السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكتروسيس من نواحي كثير، اشكركم على المتابعة. واليوم غادي نشوفوا القناة اللي غادي تدير الماتش ان شاء الله. كما كتشوفوا هذه هي القناة اللي غادي تدير لنا الماتش ان شاء الله. غادي ندخلوا الاستعمال الزمان ديال هاد القناة على فيمتو برو، نشوفوا القناة يعني امتى غادي دير الماتش. غادي تشوفوا بالنسبة للناس اللي ها هو كما كتشوفوا بالليل اليوم ان شاء الله. هادي القناة اغتي التلفزيون او اغتي السياش اللي هي فيها اش دي. غادي نوري لكم الترددات ان شاء الله، راه كاملين راه غادي تكون عندكم هاد القناة. وما تنساوش هذا هو التردد 12188 هوريزونتال 27500. وغادي نمشيو للاش دي ديالها ار تي ال. اذا غادي نمشيو للاش دي ديالها ار تي ال، نشوفوا القناة الاش دي باش هي هادي. لا ار تي ال هي، هذا هو التردد 12226 كما كتشوفوا الرمز القناة. وغادي ندخلوا الاو بي جي ديالها نشوفوا القناة يعني مع كتشوفوا هنا مع التوقيت مع الستة، هنا ركزوا على هنا مع السبعة ومع تسعود مع الثمانية. وغادي نشوفوا مع العشرة وربع ديالهم يعني من هنا يغطي الفوتبول اوروبا ليغ. وان شاء الله هذه هي القناة الوحيدة اللي غادي تدير الماتش على المباشر اليوم على قمر أسترا، وما فيهاش ما كتخدمش بلا انترنت بلا اي حاجه. اذا نطلقوا الصوت نشوفوا بان الايبوديو، الناس اللي باغيين الايبوديو يعني غيخدم ليهم مخير في هذه في هذه القناه، يختاروا القناه باش يخدم ليهم الماتش مزيان باش ما يكونش عندهم كلاكاج، يديروا بين سبور على هاد القناة. راه ما كيكونش فيها التشنجات، ما كيكونش فيها. وكنشكركم على المتابعة والسلام عليكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين الكتروسوس.